هل الاقبال السنه دي زي السنه اللي فاتت في عيد الفالنتين؟ لا طبعا الجو رايح خالص، هي هي نفس الاسعار بتاع السنه اللي فاتت، بنحاول نطلع بين الزبون عشان نجذب الزبون للبيع والشراء. المفروض ان من بكره الفالنتين مفيش لحد دلوقتي اي حد خالص ولا اي اقبال؟ ولا اي اقبال خالص. كان عايز اجيب لها حاجه خفيفه كده وحاجه راقيه، لابتوب صغير، حاجه يعني حاجة معبرة شوية. مش هتفرق بقى الأسعار غالية رخيصة، مش هتفرق. المهم إن أنت عايز تراضي اللي قدامك، تحسسه بحاجة يعني. طب عندك مقاس تاني أكبر منها؟ هل الإقبال السنة دي زي السنة اللي فاتت؟ على لا هو للأسف في الشغل أقل شوية عشان موضوع المدارس والكلام ده، بس يعني بنتمنى إن الموضوع يرجع تاني. لا الاسعار زي السنه اللي فاتت، احنا مع اختلاف الدولار بس احنا بنحاول نثبت زي ما احنا. تمام، يعني ما فيش اي زيادات؟ لا لا ولا اي زيادات. هتجيب ايه لحبيبتك في الفالنتاين؟ يعني حاجه اكيد بتاعت كل سنه الدبدوب يعني. انا هجيب لها ورده. دبدوب؟ لا للمدام بقى مش لحبيبتي. يعني بفكر والله اجيب لها فستان كويس. يعني ان شاء الله اجيب لها طعم كويس. حرقه في مكانها هادي كده يعني. الحمد لله لو جبت هجيب لي اللي بك، هجيب لها فستان حلو عشان في فرح بتاع ابن اخويا اليومين دول جاي، لازم اشرفها وسط البنات وسط الرجال، لازم كل حاجه اجيبها ليها تمام، مفيش غير هي واحده لوحديها بس، وهي ولد الواد ده سيبك منه، لكن البت لما تكون حلوه هناك قدام يومي هناك النهاية حتى ربنا يكرمها بعريس، لكن لو وحش عمره ما حد هيكرمها. وكان حاجه اللبس لما لبسها كويس وبتاع اظبطها لك، ودي رايحه اسوان يعني مش رايحه في حته تانيه، كلنا هنا قرايب بعضينا، ولازم البت تكون حلوه، لازم تكون حلوه البت على طول هتتخطف، والبت دلوقتي سمحت مناظر. هتجيب ايه لحبيبك يوم الفالنتاين؟ ده اسهل حاجه ورده. هفكر في مصر، هفكر في مصر وظروفها. هو فالنتاين اصلا 14/2، معرفش ايه فالنتاين بتاع بكره.